قول يا ريهام. الو. ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك؟ ربنا يجبر خاطرك. من فضلك يا دكتور انا عندي سؤال. اتفضلي يا فندم. انا متطلقه من انا صغيره يعني في السن، ومتطلقه بقالي 4 سنين ويا دوبك اتجوزت 2 سنين. وما خلفتيش؟ لا معايا بنت. وباباها عامل ايه معاها؟ ما يعرفش عنها حاجه خالص، يعني عامل ايه؟ ما بيعرفش عنها حاجة خالص، ما بيسألش ما يعرفش عنها خالص. ولا نفقة؟ ولا نفقة؟ المحاكم بقى يا دكتور بقى لنا المحاكم. يعني جواز غبرة. جوازة 2 سنين شفت فيهم القمرين، طبعا فلوسي واخد صحتي وشبابي وكل حاجة الحمد لله. لا انت بتطمن على شبابك، لسه شبابك زي الفل وربنا يعوضك ويعوضه برضه. مشكلتي يا دكتور ان انا يعني مش عارفة اقول لك ازاي يا دكتور، بس يعني انا اتجوزت عندك كام سنة حبيبتي؟ انت اتجوزت عندك كام سنة؟ اتجوزت عندي 25 27. وكنت مخلصة جامعة؟ كنت مخلصة جامعة. وهو كان مخلص جامعة ولا ساقط اعدادية؟ لا ده مستوى عالي جدا، يعني رجل اعمال وخريج جامعات خاصة يعني. المهم انه هو خريج. ايوه. واتقابلتوا عن طريق ام فلانة وواسطة ولا بايلك والحب ابتدى؟ الحب ابتدى بس يعني عن طريق الحب. ابتدى ازاي من فضلك ريهام؟ يعني انت كنت فين اول مرة يشوفك؟ كنت في فرح بس كده، وطبعا كنت على سجة 10 وبتاع وما زلت يا دكتور. طيب يا رب. امال بتقولي خد شبابي ليه بقى وبتظلم الراجل واحنا في عرفة وبنقول يا رب توب علينا وكرمنا كويس وما زلت ربنا يتم عليك. المشكلة لا امشي معايا وانا هريحك للاخر. الله يسترك. انا ليا هدف وبعلم الناس، فانا تاتا تاتا احنا هو شافك في فرح طبعا على سنجة 10 قال ما فيش الا دي. حسأل سؤال هنا هيغيظني لو ما سألتوش، هل هو خدك مثلا في يوم فرح ولكن لسه عنده جوع لانه يشوف غيرك عشان معاه فلوس وراجل اعمال بقى وجامعات خاصة، فهو ممكن كل 3 4 ايام ولا 4 اشهر يشوف وجه جديد؟ والله يا دكتور لا، كانت عنده الحكاية دي. كانت عنده بس يمكن يعني بعد شوية. يعني صبر عليك شوية. استني حبيبتي بس، صبر عليك شوية. بس اللي اكتشفته بعد كده ان انا حتى وانا في الخطوبة وهو كان ليه علاقات بقى مع ما هو بدم في فلوس يبقى في خيبة الا من وفق الله بقى. ربنا يرضى عنه. وتمت الزيجة في شقة تمليك ولا ايجار؟ لا والله كانت للأسف يعني في شقة يعني شقة تمليك تعتبر يعني. تمليك باسمك ولا باسمه؟ لا لا باسمه، انا ما اخدتش حاجه خالص في الجوازه ولا عمل لك مؤخر قد ايه؟ 10 جنيه تقريبا. يعني انتوا ما خدتوش حاجه؟ ما خدناش حاجه خالص يا دكتور. علشان خاطر قال لكم هيجيب من الابره للصاروخ ومش هيكلفك ثلاجه وغساله ولا رفايع ولا ستاير؟ والله يا دكتور لا هو قال كده؟ هو عرض العرض ده؟ لا ما يعني كان الموضوع كله احنا يعني انا بحبه بقى وشايفه ان الدنيا هتبقى وردي وخلاص يعني. لا ما بس خلينا صادقين. ايوه عشان اقول كلمه ترضي ربنا في يوم عرفه، انت كنت بتحبي الجوازه المرتاحه لكن مش بتحبيه. لا للاسف يا دكتور يعني انا استحملته وعدى بظروف وحشه جدا. لا يعني انا قصدي لا ما هو بعد الجواز هتختلف، هسالك للي بعد الجواز. لا ده قبل الجواز. خليني قبل الجواز. انت انبهرتي بالقرشين قبل ما تنبهري بيه. لا بالعكس يا دكتور خالص. بجد كده تبقى ظلمتني. وانا ما بكذبش، انا ما بقولش انت كده. لا لا انا بقول وعمري ما اظلمك ولا غيرك. لا انا بقول يعني هل ادي كلمه الهدف بتاعي. هل انبهرتي بخاتم الذهب والساعه الشوكس بولكس بتاع سويسرا والمستوى الاجتماعي الجميل والرقي والقرشين، ولا الولد ده كان حكيم وشاعر ووجيه وعقليه علميه فذه؟ امال ايه اللي هتحبيه علشانه؟ هو الحب ده قلب نبض؟ هو الحب ده قلب نبض؟ استني يا بنت لما تتعلمي والناس تتعلم. هو في حب كده قلب رفرف؟ ده بتاع البهايم. قلبي رفرف لحد يستاهل ان قلبي اساسا يدق باسمه. حد يستاهل. عمك اللي هو انا عامل كتاب اسمه الحب بين الذات والسبب. مفيش حب ذات اساسا. ربنا حبيبتي في بعد منه جمال؟ لا طبعا. في بعد منه كمال؟ لا طبعا. حلو قوي. في بعد منه ذات مقدسة؟ أكيد لا. ومع هذا قال حبوني لإني بأكلكم. صحيح. يبقى جاب لنا سبب نحبه عشانه،
وهو يطعم ولا يطعم، أنزل من السماء ماء لكم فليعبدوا رب هذا البيت. اللهم زده تشريفا وتعظيما يا رب، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللي خلق الخلق الحبوني ليه؟ اعبدوني ليه؟ عشان بأكلكم. بعد الجواز ايه اللي حصل؟ حصلت مشاكل يا دكتور، وما قدرتش اكمل يعني. ما قدرتيش ليه بقى وانت بتحبي اهو؟ اسباب كتير يا دكتور يعني. اهمها ايه يا حبيبتي؟ اهمها ايه؟ اهمها ايه؟ لكن يعني انا تعذبت فبما فيه الكفايه يعني. العذاب ده ايه؟ ما هو ضرب، اهانه، شتيمه، ضرب واخدين فلوس. ممكن من فضلك من غير اي احراج ليكي تحكي لي مناسبه واحده من مناسبات الضرب؟ يعني الحوار كان ايه وقام ضرب وضرب بايه؟ لا اظن يا دكتور مش هقدر اخد في التفاصيل. لا ما اقصدش، انا ما بقولش الموضوع، انا بقول جمل الحوار. قلت له اخرس، ده الهدف يا بنتي والله. قلت له ايه خلاه يضرب؟ للاسف كان في وجود ناس من اهله. حب يثبت انه راجل قدامهم؟ اكيد. فقام ضربك بايه؟ بايده لطش؟ اذاكي، ورم وشك، عينيكي، حاجه يعني؟ ولا كانت حاجه بسيطه كده؟ لا ما كانت. روح واعتذر وقال لك حقك عليا، وقعد يبوس الرجل والشراب والايد بعديها؟ صحيح، بعديها بفتره طويله. وكان مسافر فمش عايز يسافر وانت زعلانه منه؟ هو كان دايما مسافر يعني. لا لا لا، انا عايز اقول لما جه صالحك، صالحك ليه؟ كان عايز يقضي ليله جميله اجيبها لك من الاخر، ولا كان مسافر ومش عايز انه يسافر ويسيبك كده وربنا ينتقم منه في السفر؟ لا ما كانش بيفكر في انتقام ربنا يعني خالص. دي ما كانش بيصلي يا حبيبتي؟ لا للاسف كان بيصلي. كان بيصلي. خليها براحتها يا منى هانم، وماله، ناس كتير، ناس كتير، ربنا يكتر وكل واحد ياخد راحته، ونقعد لغايه الفجر لما نصلي العيد. ايه اللي هيجرى؟ يعني انا اللي عايزه اقوله لك ان انا يعني بلا ادنى شك يعني انا اتظلمت. انا كمان مش مصريه، فانا اتجوزت يعني اهلي طبعا والمجتمع والناس كلها ما كانتش متخيله ان انا ازاي اتجوز جوازه بالشكل ده. انا بدون اي حقوق ليا، بس مش هي دي المشكلة يعني. انا قلت ده ابتلاء من ربنا وخلاص يعني، الحمد لله. المشكلة الكبيرة يا دكتور اللي هي حاليا بقى. انا مشكلتي يا دكتور ان انا زي ما قلت لك انا اتطلقت، وانا يعني من ساعة ما اتطلقت لغاية دلوقتي انا بقالي 4 سنين، كل ما بتعامل مع حد كل الناس بقى بتبقى اللي عايز يتجوز واللي عايز يمشي بكل الاشكال بقى. يعني انا تعبت، يعني انا تعبت من كل تعاملاتي مع الناس كلها يعني، ما في بكل المستويات بكل طب مش احنا وفينا عده يا حبيبتي؟ انا بقالي 4 سنين. ما انا بقول اهو. طيب يعني وفينا عده معناها ان الشرع بيقول لي لو عايزه تتجوزي اتجوزي. ما هو بصي يا اما هتسيبي لي انا بوش فرصه ان انا اقول يبقى انت معلقه بسيء الضريب اللي ضربك، وعندي سؤال هموت لو ما سالتكيش. اتفضل. لما راجل مبسوط وخريج جامعات خاصه سبيشيالي ومعاه الدراهم يسيب بنته من غير مصروف، اديني سبب من فضلك. علشان انتقاما، وعلشان انتقاما. يا نهار اسود. وعلشان حد ينتقم من بنته؟ كبد كبد عطشانه. مش بجنيه من فلوسي، وده كلام امه واهله، على الرغم انا مش محتاجه منهم حاجه خالص ليا انا. الله ما يحوجك. ولا البنت الحمد لله انا بشتغل وبقالي 4 سنين البنت من الالف الى الياء الحمد لله مراعيه ربنا فيها ومش ناقصه حاجه الحمد لله. وهي مش كبرت حبه عين عليها وبتقول بابي؟ وبتسال كتير. عارفه شافته؟ لا فاكرته شوش كده يعني. صوره مثلا بتتفرج على صوره؟ ساعات. هو مش سامعني دلوقتي وهيعايد عليها ويقول لك انا اسف وتعالي بينا نرجع؟ لو طلب الرجوع ترجعي؟ لا لا خالص ابدا خالص. انت دريتي انه اتجوز وخلف؟ ما عنديش فكره عن اخباره. شاطره، ما تعرفيش حاجه عن اخباره. انا السؤال يا دكتور اللي محيرني دلوقتي، قولي يا حبيبتي. انا حاليا طبعا انا تقدم لي ناس كتير. ايوه، بس يمكن ذكريات بقى المؤلمه هتاثر شويه، بس مش 4 سنين. بس مش 4 سنين. فكره يا دكتور ان انا دلوقتي متقدم لي حد هو كويس وابن حلال، ويعني
يعني ايه المشكلة بقى اللي عندي دلوقتي؟ ان هو متجوز، فانا خايفة من ربنا، خايفة على بنتي. يعني خايفة اولا ان انا ارفض الجواز وهفضل يعني لامتى بقى مطمع كده للناس، والناس كلها شايفة الست الجميلة اللي رايحة وجاية دي بالشكل ده، واسمع بقى كلام واطراءات بجميع الاشكال طول الوقت. وهو نفسه شايف كده، يعني على الرغم ان هو متجوز بس بيقولي انا نفسي تبقي في بيتي واحافظ عليكي وعايزه اصونك وعايزه اربي بنتك والكلام ده. وبيحكي لك ايه بقى عن ظروفه ليه عايز يتجوز؟ يعني لقى واحده حلوه، طب ما هيلاقي واحده احلى منك. يعني هو لما يجي يقول لك بيقول لك ايه على البيت القديم؟ يعني على البيت اللي معاه دي كسوله، دي مهمله في حقي، دي كذا. والله يا دكتور بقى الكلام ده يعني في حدود طبعا اللائق وفي حدود المسموح. شفتي بقى ازاي انت قلت في حدود اللائق؟ لو قلت لي ده بيقول ان معذباه كنت هقول لك ما تاخدوش، لا او ما لا تفكريش انك تاخدينه، ما بقولكيش خديه، انا ما اعرفوش. لا تتدبسي تمام. وتقولي قال لي مبروك عطيه في الموعظه الحسنه ويوم عرفه. لا دي مصيبه. لا يا حبيبتي نهائي. اصل انا اللي انا مؤمن بيه، اعمل ايه دلوقتي يا منى؟ اعمل ايه يا حبيبتي؟ هو السؤال. حاضر يا فندم. هقول لك السؤال بقى، قولي. انا مشكلتي يا دكتور، انا بقعد اقول يعني هل اقبل بالجوازه ولا انا ابقى زي ما كنت بقول على الستات اللي هي واخده الراجل من على مراته، ايوه وانا بنتي في يوم من الايام ما هتكبر وتتجوز، هل ارضى ان في واحده ست تاخد الفكر ده جوزها غلط. منها؟ لا لا، الفكر ده بتاع مسلسلات. ارضى لبنتي ما ارضاش لبنتي، كل واحد وله ظروفه. اولا انت ما تاخدهوش ولا تاخدي غيره، الا اذا كنت فعلا لو ما خدتهوش هتموتي. وهقول لك ازاي مش هبحبه بقى، بطلي الكلمه دي، الكلمه دي ايوه اركنوها على جنب الله يرضى عليكم. قولي طبعا. لا لا، حب مين؟ انت عارفه ده لو بحبك كنت قلت له اسمك ايه؟ كان قال لك عباس وهو محمد. ده الحب يا حبيبتي. ولو سابك يموت ده الحب يا حبيبتي. انما ده راجل عاجباه صوره حلوه تبقي في بيتي، ها؟ يعني عايز يعلقك برواز. كلمه تبقي في بيتي دي يعني ها بيتي يبقى فيه تحفه. فده راجل فانتازيه. الكشف المبدئي لسه بقى ما دخلتوش المعمل، انت اللي تدخليه المعمل وتعرفي اخلاقه واصله وفصله واللي وراه ومدى تمسكه بيكي وتاخدي حقك الشرعي تالت ومتلت، وما انتش سكند هاند. ما اسمكيش مطلقه. الواحده تتطلق في الاسلام 14 مره وتاخد مهر اغلى من مهر البنت البنوت بحسب فعلا. كفاءتها وجمالها وحسابها ونسبها وتعليمها، مش لانها مطلقه او ارمله يبقى مهرها ضعيف. يا مسلمين ما فيش ست اسمها سكند هاند. يا مسلمون في ست لها مهر، مالناش دعوه اذا كانها عندها 70 سنه ولا عندها 15 ولا نونه ولا بنه، حسب البيئة اللي هي بتاعتها والمدرسة اللي اتعلمت فيها وجمالها وابوها ونسبها وشرفها يوم يقدر هذا الصداق. هي عايزة تتنازل منه للعريس بشيء الله يحييها، لكن مش تمارها إلا عشان هي كانت متجوزة قبل كده. دي فكرة مسودة وتغضب ربنا سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما خد عيشة دفع 4000، وزي ما خد صفية المتجوزة قبل كده خد دفع 4000، وزي ما خد كلهم 20 ناقة دفعهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مهر للسيدة خديجة، والمهور تساوت بعد كده كلها حتى اللي اتجوزها في الحبشة. مهر البنت زي مهر الست، وممكن الست تبقى أغلى حسب البيئة وحسب الحاجات دي كلها. شوفي إيه روحك، خدي صداقك، حطيه على الترابيزة، ده الراجل مقتدر وعنده بيت ويقدر يفتح التاني، وتكوني مطمنة إنه لو جاب فرخة هنا يجيب فرخة هنا، وإنه لو جاب 10 فرخ هنا يجيب 10 فرخ هنا، وإنه راجل عدل، وإنه راجل فيه آية واحدة أنا هربيها في المسلمين إن شاء الله وهعدل المايل. اللي متجوز 2 أو 4 لما يبقى في البيت ده ملوش إلا البيت ده، ولما يروح البيت التاني ملوش إلا البيت التاني، ويعود الناس على كده. أي حد يفتح سيرة البيت التاني يشكمه وياخد موقف منه صارم جدا، لا ده يجيب اللسان ولا مبرد ولا لكلك ولا ضياع لفرصة الحياة إذا كانوا هيعيش هنا أو يعيش هنا. بس قول 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 يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. سيدنا يا دكتور وجهني والنبي الله يكرمك. أنا خدامك. الله يبارك لك يا رب. دلوقتي أنا عايز أتجوز بس مراتي الأولانية لو عرفت هتزعل. ما تعرفش. ما أعرفهاش. تعرفها ليه؟ كانت ابوك وامك ولا كانت ال انت ليك ولي؟ ايوه اتجوز 4. ايه ايه دكتور صح كلامك قانون. لا انا ماليش دعوه بالقانون، انت تتجوز بالقانون وهي تتطلق بالقانون. يا محمد اسمعني الاول. الله سيبها عشان العيال. بتقول ايه؟ سيبها عشان العيال. اسمع بس اسمع،
يا محمد انت بتشغل شغلانه جامده قوي وتاجر بتكسب كل يوم 10000 جنيه. لا هو يعني البكا يعني انت كده بتمسكني بايدي اللي بتوجعني يعني كده انت بتقول لي ما تتجوزتش. اه اقول لك حد يكسب في اليوم 1000 جنيه حتى ولا 100 جنيه؟ والله العظيم ثلاثه لو بتكسب 50000 جنيه انا من حقي اقول لك ما تتجوزش لاني اساس الجواز. بس انا محمد خلينا مع بعضينا خلينا مع بعضينا يا حماده مش بمسكك من ايدك اللي توجعك ولا حاجه اما امسكك من ايدك اللي توجعك يا محمد احسن ما الزمن احسن ما الزمن يمسكك من رقبتك وتجيلك خنقه يا تقتل الاثنين يا تقتل نفسك يا محمد. ايوه والله كلامك مظبوط ممكن تحصل. واخد بال حضرتك شوف ايوه يا حبيبي قلبي بس شوف ام العيال والعيال وطلبات العيال وشوف ايه اللي ممكن انت تعمله مع الست ام العيال. جايز بتزعق شويه هدي من صوتك شويه افتكر انها غزال او كانت في يوم من الايام غزال نكديه يا دكتور نكديه ماشي ضيع النكد شوف اسبابه ايه يا محمد شوف اسبابه ايه حبيبي احنا ساعات بنطلع احكام واحنا غلط يعني مش نكديه ولا حاجه ولو هي معانا دلوقتي هتقول انا نكديه والله ابدا ده هو اللي بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيقول نتفق مع بعض على انها تلبس لك حلو وانت تلبس لها حلو وعلى انها تمسك الطبله وانت رق وتضيعوا الوحش عن نفسكم كل يوم ساعة. جواز التاني يا محمد. يا سلام لو الكلام ده حضرتك يتطبق، كلامك مظبوط والله يا دكتور. طيب ما يطبقش ايه المانع انه يطبق؟ ما المجتمع كله ده هي استنى يا محمد، استنى يا محمد، انا ادعو واسال الله تبارك وتعالى ان اجد قلوبا تسمعني، قلوبا تسمعني مش ودان. الكلام ده ممكن لكل بيت وفي كل مستوى. لكن احنا حياتنا غلط. منهجنا في الحياة غلط. احنا صناع نكد والنكد كان بيجي زمان يا محمد يقف على ابواب المسلمين وينتهز الفرصة ويدخل سرقة دلوقتي ادمنوه فبقى النكد يخبط على بيوتنا او احنا نفتح نلاقيه واقف تفضل يا عمنا يا حبيبنا يا صديق عمرنا يقول لا ارجوك تدخل يا نكد ما ينفعش نعيش من غيرك يقول باخد باليورو بالدينار الكويتي اسف لان انا بحب الكويت فبالدينار الكويتي والله يصلح حالها ويزيد نسيمها جمالا ويزيد آفاقها آفاقا من الجمال ومصر وسائر بلاد المسلمين. عايز اقول لك شوف اصلح وربنا قال كده واصلحنا له زوجة ولا تقدم على خطوة هتظلم فيها بني ادم جديدة. البنات برضو عايزة تتجوز وخايفة من شبح العنوسة ومحمد جميل وراجل بيضحك والجميل اللي بيضحك البنت الغر اللي ما تعرفش حاجه مفكره ان تحت القبه شيخ ومفكره ان محمد ابو فياح وما يهموش واد كلامانجي وجميل اهو بقول هتمسك من ايدي اللي بتوجعني وهاها وبهاها ويا ريت الكلام ده يتطبق فعمل لها حلم من فراغ اول ما تيجي يا حماده وما تلاقيش حته كرشه تاكلها هتلعنك وتلعني وتلعن الدنيا كلها لقيت لها الدين يا الدين مين؟ هو الدين بيقول اربعه لكل من هب ودب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث بيخاطب مين؟ ده بيخاطب عاقل قادر في حاجه عد الثلاثه دول سواء كانت الثانيه او الثالثه او الرابعه والله يرحمه ابو حنيفه له كلمه اغلى من الذهب عندي قال ومن لم يعدل مع واحده فليس له ان يتزوج اصلا فيه عدل ما بيتحققش مع واحدة يعني هما الاتنين سوا سوا كل الجنينة واد وبت البيت ده ما فيهوش الا واد وبت بس اللي جوه ظالم ظالم للبيت مدها ظهره بيرد عليها بطريقة وحشة هاجر دخيل جلدة ده ظالم لمراته وظالم لنفسه في الأول ولكن ظالم أبو حنيفة يقول ده ملوش جواز يروح كمان يجيب واحدة تانية يعني بيزود البؤس بؤسا حلو يا محمد راجع نفسك يا حبيبي وموضوع تقول لها ما تقولهاش مش داخل معانا في الموضوع. يلا يا ام عمرو. ام عمرو. وعليكم. وعليكم السلام يا ام عمرو. ايوه حضرتك. اتفضلي. لو سمحت ممكن ليا سؤال بعد اذنك؟ ها. لو سمحت من فضلك، انا والدي متوفي من 13 سنة. ايوه. ايوه. بقول لحضرتك انا والدي متوفي من 13 سنة. اها. سايب عقارات. العقارات دي عبارة عن أربع بيوت
كل بيت 4 ادوار، في شقق ساخنه وفي لأ. فطبعا احنا 5 صبيان وبنتين، وطبعا الحاجات دي كانت المفروض اتقسمت بعد وفاة والدي. وطبعا والدتي قالت لا ما فيش تقسيم الا لما الصغير يكبر، عشان احنا لينا اخ صغير والكبير يموت بقى بالمره. ماما عملت شريعة غير دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحكمت المرأة وشرعت لنا شرعا جديدا حيث قالت لا تقسيم حتى يكبر الصغير، وكان عليها أن تقول ويموت الكبير ويموت من على المسرح ويموت المشاهدون جميعا. غلط، وأمك واللي زيها غلط، والميراث يتوزع بعد ربع ساعة من الوفاة. طب حضرتك دلوقتي هي منسفة دماغها قوي، والاخوات دلوقتي بعد ما كانوا الاخوات مع بعض ايد واحدة وبيتعاملوا بالحب والمودة، دلوقتي بقى كل واحد زعلان من التاني ومخاصمين بعض ومقاطعين بعض بقالهم سنة. ثمرة مما زرعته امك، ثمرة من ثمرات زراعة مامي اللي مش عارفة دين. وفي امهات، ايوه اتفضل، وفي امهات ازواجها كتبوا لهن كل حاجه باسمهن، لا وما زالت بتذل ابنائهن. اسمه شرع بعيد، شرع ام لالي، شرع ام كلثوم، انت وبس اللي حبيبي، مش ام كلثوم طبعا اكيد، ومفيش غيرك على البال. اي حاجة غير ربنا، اي حاجة غير الرسول. اسأل يا بنت سؤال مباشر اجاوبك عليه. طب حضرتك سؤال معلش، حضرتك هو ما كتبش حاجة باسم حد، هو سايبها كده لشرع ربنا، وما ما 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 قالش ان ده بتاع فلان او وجات. ما انا بقول لك، وفي تانية يعني غير مامي، في غير مامي، ماميهات، غبوات، جاهلات، كافرات بشرع ربنا. طيب دلوقتي واللي مات وكتب لهن في حضن ابو لهب دلوقتي. طب حضرتك لو احنا رفعنا عليها قضيه، ارفعي عليها وعلى جدتك لو جدتك عايشه وبتايدها. طب يعني حضرتك كده مش حرام؟ لا مش حرام، مش حرام. احلف لك انه مش حرام، بدم مش راضيه تيجي بالنعناع، بدم مش راضيه تيجي بالنعناعه. ووحيد الله يما، واللي بتعمليه يما غير دين سيدنا محمد، اهو الاستاذ الكبير بيقول، وهي بتقول ايه مش حرام، توديها 60 محكمة بس يوم ما تروحوا بيها المحكمة تكونوا واخدين لها سندوتشات الكبدة وكل حاجة هي بتحبها، وكلي يا ماما وان شاء الله ما طفحت، بس كلي يا ماما، انت حبيبتي يا ماما، القضاء يا ماما شرع عشان يفصل بينا انا وانت ونفضلوا حبايبي يا مامي، انت كده تكفري يا ماما، ربنا ما قالش كده يا ماما، ولما قالش كده يا ماما، واوعي تسمعي كلام دجال يا ماما. الصغير ياخد حقه ويبقى له وصي لغايه لما يكبر ويرجع له حقه. واتوا اليتامى اموالهم، اي الذين كانوا يتامى، لانه بمجرد البلوغ لم يعد هنالك يتم، لكن الله عبر باعتبار ما كان، وهذا الذي يسميه العلماء مجازا مرسلا، علاقته اعتبار ما كان، أي آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم. شكرا. حضرتك تاني، أنا دلوقتي أنا متجوزة وعندي 3 أولاد وربيتهم، وأنا اللي بشتغل بقالي 30 سنة وأنا اللي مربيهم. والحاج بيشد في الجوزة، ها؟ حاجة بكركر ومستنيك ومستني المرتب، ما بيشتغلش. ايه الهنا ده؟ طبعا بيشتغلش. بيشتغل ليه يا بت؟ العظيم يعني يا بت يشتغل ليه يا بت؟ يشتغل ليه؟ ما دام لقى الحمار شغال. لا اله الا الله، وبدور الساقية يا حمار، وبدور الساقية يا بت، يا نسوان اخر زمن، يا نسوان ما تعرفوش ربنا، يا نسوان ما تعرفوش الدين. انتوا عودتوا الذكورة مش الرجالة، اللي في بيوتنا مش رجالة. الراجل اللي ماسك الجوزه ومستني المره تجيب الطماطم معاه، يقول لها ها كل نسيت تجيب الكوارع، تقول له حوتها على الجزار ما لقيتهاش، ليلتك سودا يا لادي. ده حيوان يعني. رمضان ايه اللي مستنيه ده؟ اسلام ايه اللي يعرفه ده؟ انتوا قلبتوا الدين كده والدنيا.
هو اللي بيخش. انت يا اختي قبل ما تجيبي الثلاثه لما كنت تلاقيه متنح كنت تحذريه وتنذريه وتهدديه وتسيبيه. يا بنت اسمعيني لله وكملي كلامك. انت اللي عودتيه يا اختي وما انتش لوحدك. طيب ما اعمل ايه؟ ايوه اعمل ايه؟ عكوها واسالوني عيني تعملي ايه؟ بطلي من الصبح وهو هيجيبك اربع تربع وروح السجن واحنا نصلي عليك يا اختي. ما تعود 30 سنه يا بنت. ما تعود خلاص يا اختي، ما دلدل رجله يا حبيبتي. هتعملي ايه؟ قولي له اتق الله فاخر ايامنا، تعالى نتوب لربنا، كفر عن سيئات اهلك، انزل اشحت. الراجل يا بنتي اللي ما يقدرش يصرف على مراته وعياله يشحت عليهم. لان النبي قال كده عليه الصلاه والسلام، ان المساله يعني سؤال الناس لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. الواحد ما مش فقر مدقع، والفقر المدقع هيجي له منين غير إن عنده عيال وزوجة. زوجة دي ما حدش يشوفها خيالها، هو يطلع يشتغل ما كفاش الشغل يشحت ويرجع لها بالكوكو والبوكو. إنما أنتوا عايزين تعملوا فراودة، عايزين تعملوا رجالة. البنت عايزة تعمل مجدع، تسرق وتصلح له عربيته عشان هو سواق تاكسي، علشان هي مفكره انها هتطرطر وتهز رجليها بكره يديها بالقايش وبالجزمه. وتعود فين؟ اشمعنى جبتيلي السنه اللي فاتت؟ هتدور على حد تاني تسرقه لغايه لما تروح سجن القناطر؟ مش كل مره تسلم الجره. نماذج فظيعه. ست لا نفقه عليها، دين ربنا يقول كده. اما تبقى قادره مش تشتغل، اما تبقى قادره تواسيه بشيء من مالها. لا ده عند البروبلمايا، عند البروبلم، عند الازمه، عامل رماده اسمه عامل رماده. انما كل السنين رماده يا حماده. جوزي بيتجوز عليا بألف بركه. وانت في المنام بتزرغتي ولا لا بذمتك؟ لا بعيط وتعيطي بقى وبتاع حاجه زي كده. بيتها زعلانه، يبقى انت بيتها زعلانه. هسالك سؤال يا ام محمد. اتفضل يا سيدي. هو وانتوا قاعدين مع بعض كده قبل ما تنامي وتتغطي بيقول لك هتجوز 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 هتجوز؟ لا ده انا يعني انا بالراحه بالراحه جاوبي ارجوك، ابوس ايدك يا ام محمد. هو ما بيجيبش السيره دي خالص. استني بس، هو بيجيبش السيره دي خالص. استني خديني على قد عقلي يا ام محمد. يا ام يا ام محمد بص يا اختي، يعني هو ما بيقولش؟ لا حرام. نمرة اتنين، خلينا نعلم الناس مع بعض، خلينا نعلم الناس. نمرة اتنين، انت واخداه وهو غلبان ودلوقتي عمل لوكشة؟ لا ده احنا الاثنين واخدين بعض عن حب. هو كويس ما حب، انا جبت سيرة الحب دلوقتي، يبقى الحب ما تفكرينيش بقى. لا مفيش حاجة لا اسمها لا حب، الحب انكم ترحموا بعض. لا هو ده الحب. استني بس، ما الحمد لله بلا قصص يا ام محمد، خليكي معايا تاتا تات. حاضر حاضر. استني بس، انت كنت واخداها غلبان، ايه اللي جاب الحب بقى للغلبان؟ انا بس هيك سؤال واحد، كان مستواه تعبان اول ما اتجوزته ودلوقتي بقى معاه اللوكش؟ اهو كده اهو كده. وانت صاحيه وبتعملي وبتخرطي البصل بيجي لك هاتف في دماغك ان يا بت دلوقتي بقى معاك 150,000 يلي يتجوز زي فلان، يلي يتجوز زي المثلثات. ما بتقولي كده وانت صاحيه؟ حديث نفسي يا ام محمد، وادي تفسير المنام، ولا هيتجوز ولا هيتنيل. طول ما انت جميله وهاديه ومنظفه البيت وزي الفل. بس عايز اقول لك على حاجه، احتمال يتجوز. انت بقى من دلوقت قبل ما يجي لك السكر والضغط تبقى عامله حسابك ان جايز ده يحصل. وانت ما دمتيش ما كنتيش انت السبب اللي بيشيل قربه مخرومه تقر على 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 قفاه من ورا، وهو اللي هيدفع المهر، وهو اللي هيتحاسب، وهو اللي هيتعنقل، وهو اللي هيتشوح بالمنجل وكل حاجه، وانت ست زي الفل. لا تفاجئي باي حاجه خالص، لان هو يجوز، مش انا بقول، من حقه. ما يقولش حقه الا واحد يكسر حقه. حاجه اسمها المباح، يجوز ان هو يتجوز اثنين وثلاثه واربعه، يجوز، مش لازم، لا يجوز. طب ما انت واخده واحد مسلم وعارفه انه يجوز، تموتي نفسك ليه ما دام يجوز؟ ومين بقى المثقف؟ ما انا عارف الاعلام والافلام اللي صور لك ان دي حرب وان اتجوز عليا. يتجوز عليكي وعلى اللي خلفوكي. لا اله الا الله. ايه هو اتجوز عمل منكر؟
هو ده جاب طين وحطه على دماغه. مسؤوليه يا جدعان، ان لم يعدل جاء يوم القيامه وشقه ماء، وهيبات هنا ليله وهنا ليله، ويدي هنا قرش يجيب هنا قرش، ويعمل هنا حاجه يعمل هنا حاجه. ده لو عندكم دين. قولي يا امل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ممكن اسال سؤال يعني بقى؟ خدامك يا اختي. الله يخليك. ماما كتبت ورث، كانت فيها في بيت. ماما ايه؟ ماما أيوة. كتبت البيت بتاعها لا لا. باسم ثلاث اخواتي ليا، وحرمتني انا واخويا الثاني. لا اله الا الله. عايشه ولا ماتت؟ لا عايشه. طب خليها تسمعني بقى. لكن بدل ما اقول لك تعالي خديني في عربيه نص نقل وارن امك دي علقه من باب حب ليها. يا حاج يا حاج، مش من حقك يا حاج. يا حاج هتولعي، الحقي نفسك وقطعي الورق. مفيش كتابه يا ماما، ما تبيعيش بيتك ابدا نهائي يا ماما. انت بتبيعيه عشان تعملي مشروع، من حقك. ان شاء الله رب تموتي مديونه قدرهم وقدرك، لكن تضري ولادك في المواريث عشان دول وحشين، ودول قدروا يبلفوكي يا مبلوفه يا مبلوفه. انت ده مشتق جديد ده في اللغه العربيه. يا مبلوفه يعني يا هبله، يا اللي قدروا يضحكوا عليك العيال هيودوك النار. انت عندك شقه تمليك اشتريتيها في عمارات الرشاح في المطريه، وعايزه تبيعي البيت اللي في حديقه القبه، وتنقطي عيالك زي بعضيهم بنت زي الولد، وتشيلي لك برضه كام قلقاسه. قلقاسه يعني 10,000 جنيه، كام قلقاسه كده. احمد اهو يا عم، مش ام احمد. ام احمد. ام احمد حاضر. قول يا ام احمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. الحمد لله. ام احمد. منوراني، اتفضلي. نورك يا حاج. بقول لحضرتك، احمد ابني متجوز وقعد 3 سنين مع زوجته يعني وكده هوت، بس كان كل حياتها برضو خلافات، هي اللي بتخلق الخلافات. هي بتخلقها وابنك بريء. نعم. وابنك بريء وانت مالكيش دعوه. لا 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 لا، ده قدام عينينا والله العظيم. يعني انا قصدي ان حضرتك ما بتدخلتيش باي زومبا، وابنك بريء، وهي بنت شطانه انتوا رحتوا جبتوها من عيله ابليس. لا والله يا عمري. امال ما هي كانت حلوه وكانت تخش برجلك اليمين، ويا منورانا ونفسي لما تبقى مرات ابني. أيوة. وكانت بتقول لك يا نينا ويا ماما قبل ما تيجي لابنك، وكانت على قلبك زي العسل. مشاكل ايه اللي عملتها؟ وليه انت كست كبيره ومحنكه اهو، وصوتك بيقول لي انك خبره، ليه ما قلتش من الاول البنت دي ما تنفعناش هتعمل لنا مشاكل؟ هي اساسا كانت جايه في نيتها ان هي عايزه مثلا ابني وبس، مش عايزه اهله حواليه. طب وماله؟ ما تحسي هي الاحساس اللي نايم بنينا ده؟ استني بس، استنين استنين استنين. ما تخليكي قدام خبيره في القلوب والنيات، مع ان ربنا لوحده اللي يعرف النيه دي. ونعم بالله. يعني انت تستغفري يا ام احمد من حكايه هي كانت جايه نيتها. ما تخليها تحس الاحساس الاكبر ده يا ام احمد. ام احمد اصبر عليها ثلاث ثمن ثاني. ما تخليها تحس الاحساس الاكبر من ايه بالستنيله ده، وانت تغيري لها وجهه نظرها، وخليها تحبك ايه انت، وتقول يا لهوي ده انا كنت جايه ومنوهه اخد الواد بس، طلعت امه قمر واحسن من امي، وارحم بيا من امي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا ربي يتوب عليا، يا ربي يتوب عليا، حماتي طلعت قمر يا ربي، وحمايا زي ابويا بكح قبل ما يدخل عليا، ولا عمره شاف رجليا. يا رب اشكرك يا رب، يا رب اشكرك يا رب. بعد خير يا نينا، بعد خير يا تيتا. ليه ما نعملش كده؟ ليه؟ ليه كده؟ ليه نحط رجل على رجل، ولا اتهم بنات الناس بان هم جايين ياخدوا الواد وبس، ولا اهله قالوا دول كانوا هببوا له ايه؟ هي عند الحقوق كلنا نتلم على الفريسه، وعايزين نبقى اهله يعني. سقينا شاي بقى، انا امه نبيلي شاي بجوزها، ودي خالته شاي بس من غير جوزها، انت جايه خدامه عندنا. طبعا بقول للبنيه، اوعي تكوني مفكره انك جايه تاخدي الواد وبس من غير اهله، انت جايه تعينيه على صله اهله. وبقول لاهله اتقوا الله في البنيه، وضموها واحتووها، وخلوها تغير الفكره اللي انتوا اعتقدتوا أنها ملصقة بها، وأنها كانت نيتها الوحيدة، وتبقى الدنيا كده. بتقول لي قول يا زينب، منى البكري بتقول لي أنا قول يا زينب، وحطيت لي الضمة. ربنا يسترك يا منى. يا دكتور دلوقتي إن أنا بنت متجوزة في مركز جنبيني. مالها؟ بنت متجوزة في مركز جنبيني. وبعدين هي غضبت 15 يوم غضبانه، ورحنا بعد ما غضبت 15. ايوه. ورحنا بعد 15 يوم رحنا اشتكينا. اشتكيت على طول كده؟
ايوه وبعدين. طب واشتكيتوا ليه؟ ما صبرتوش شويه ليه؟ اه ده اللي حصل يا دكتور. اشتكيتوا على طول كده اهو. وبعدين خدت 20 راجي وثلاث عربيات. ورحت فين؟ ما اسمع يا دكتور. ايوه ورحت فين؟ يا دكتور. ورحت فين؟ وخدت 20 راجل ورحنا خلانا جوصة في انتخابات السيسي ورحنا جبنا العزال كله. جدعة. وبعدين رحت طلقتيه. ايوه. وبعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا خدنا بناخدوا العزال ان احنا ما خدناش العزال وبنطالبوا بالعزال تاني. ايوه. وحرمينه ان احنا ما نشوفش عياله. جدعة. ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبلة؟ هو ما معكيش طبلة؟ استني بس استني. انت حد مأجرك عليا يا بيت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. وايه اللي جاب انتخابات السيسي للعدوان والافتراء؟ ما من ايامها. لا يعني وبتكيلي لي ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه وبتعترفي انك حايشين العيال عنه عايزه تدخلي الجنه؟ طيب يا دكتور هو نفسه يشوف العيال ولما جه عندنا يشوفوا العيال ضربناه. ضربتوه؟ ايه. ليه؟ عشان تدخلوا الجنه ولا عشان يعملوا لكم تمساح؟ احنا ضربناه عشان يتجوز. انتوا عملتوا اه ضربتوه عشان يتجوز؟ ابن كلب حرامي الادب كفر بالاسلام. يا نهار اسود يا دكتور. يا نهار اسود. المهم استني بس، يعني بنتك مخلفه منه كام؟ وبنتين. بنتين اثنين. ايوه. وفي عريس جه دار وشرب الشاي دلوقتي وعايز يتجوزها؟ لا مفيش حد لحد دلوقتي. يا ولا حد هيجي لك ولا عبارك ما دام عرفوا انك في توايه وخدت العزال يوم الانتخابات بتاع السيسي وعجنتوا الراجل عدل لما جه يشوفوا علاجه. مين هيتجوز بنتك؟ مش هيتجوز بنتك واحد الا واحد يقدر يخبطك بالشومه راخر. لا طب سؤالك ايه يا زينبو؟ حاضر ليلى. ويا ليلى اتفضلي يا ست ليلى. السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجو انك تتحملني في السؤال لانه ليه ثلاث اجزاء. انا خدام. العفو يا دكتور. حقوق المراه اللي بتطلب من جوزها الطلاق الاسباب: واحد عدم قدرات الجنسيه، عدم الانفاق عليها، وبعدين اخد بياخد منها فلوس. ايه حقوق الست دي؟ يعني انها يعني جوزها مسيء. اه. وبيضربها. لا 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 لا. لا. هي ظروفه انه ما عندوش قدره جنسيه من اول ما اتجوزته. اه يعني واحده اتجوزت واحد من اول ليله وهو ضعيف جنسيا. اه. اول حاجه يا ليلى هانم نقول لها خدي بالطب وروحي عرضيه على طبيب. ما نفعش. عملت يا دكتور عملت. حاضر لحظه واحده. ما نفعش. اه. انا احافظ الامام الشافعي على الشمال قدام عينيا في نص السطر بالظبط كده اهو يقول: ولها ان تصبر عليه عاما فلربما تغير مع الفصول بتاعت السنه. يعني ممكن هو دخل عليها في الصيف وهو ربنا بيسهل له في الشتاء، وممكن دخل عليها في الشتاء وربنا بيكرمه في الربيع، فاحنا لينا عندها سنه ده لو ما دخلش اصلا. طب الجزئيه الثانيه اللي بقول لحضرتك انه ما بيصرفش ما بينفقش كمان. يعني هي عندها استعداد تقعد معاه وهو ضعيف بس يصرف. يبقى هو اللي بيضيعها. يبقى اهبل وبيضيعها، وده لازم اقوله انا. اصل انا مش هرد عليك يا ليلى كل شويه اقول لك للشافعي على اليمين وابو حنيفه والروض المربع السطر. استني بس. لا لا يا بابا لازم ندرس الحياه. اصل الدين ده دين الحياه. يعني انت راجل ضعيف وفي واحده ممكن تسيبك وتقول لك بصريح العباره كده: يا ابن الحلال انا اخاف على نفس الفتنه دي، عباره الفقهاء، انا مش عايز اغضب ربنا وانا محتاجه حد يكون طبيعي او فوق الطبيعي، امشي يا واد من هنا، وتديها حقوقها لان العيب فيك انت، هي مش طالبه الخلع منك، هي لها حق انت مش قادر تديهولها. فواحده راضيه تقعد معاك بضعفك، يبقى المفروض انك انت تصبحها الصبح بمهلبيه وتغديها كباب حل، او لا الكباب ممكن يكون خطر عليه ما اعرفش، المهم يعني تنفق. يعني انت انت ما تبيعهاش واحد شريك وانت معيوب. ايه ده؟ ايه المخاخ دي؟ بقول لكم النبي عليه الصلاه والسلام وصى اصحابه كلهم بتجنب حي كامل لما يمشوا ما يزعجوش الحي ده بالخيل، شيلوا بسكة بعيدة عشان الناس تعرف تنام، محدش يجيله فزع لسبب واحد، ان الحي ده كان فيه واحدة ست ادت للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كوباية مية، اقسم بالله لا اكتر من هذا ولا اقل. قال لهم شفتوا دي بقى، خلي بالكم من الحي بتاعها مش منها.
فده معيوب يا ليلى. ايه اخر حاجه؟ الحاجه بقى هي يعني هل هي لو ابرئته، هي ابرئته فعلا بس غصب عنها، من حقها تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ ده جزء تاني، في جزء تالت للسؤال. من حقها تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ كلمه حسبي الله ونعم الوكيل مفهومه غلط عند المجتمع المسلم مع الاسف، لان معنى حسبي الله ونعم الوكيل يعني الله كافيني. احنا من سوء فهمنا للدين فكرناها دعاء، فلو واحد قال قدامي حسبي الله ونعم الوكيل اقول له انت بتحاسبن عليا؟ انا بقى افتح الاسري كده، انا بمثل، انا انسان مش فاهم حاجه ابدا. ده مش من حقها، ده لازم تقول وانا لازم اقول وحضرتك وكل المشاهدين. امال ما كانش ربنا حاسبنا مين هيكون حاسبنا؟ لكن انك تدعي عليا بحسبي الله ونعم الوكيل ده جهل منك. بعد النهارده ما يبقاش جهل بقى، لان في بروفيسور اسمه دكتور استاذ دكتور مبروك عطيه قال لك حسبي الله ونعم الوكيل ليس دعاء على احد، حسبي من هنا السنه الجايه. الله يخرب بيت الجهل، انت بتحاسبن عليا؟ لا عليك وعلى امك ولا على ابوك ولا على مبروك، انا بقول للدنيا كلها انا حسبي الله، ان يكذبوك فقل حسبي الله فان حسبك الله. احنا ضعاف في اللغه العربيه وفي النيله، ولا هنفهم ديننا بالطريقه دي. معانا عزه. الو عزه ولا نوال؟ لا هديه. يلا قولي. ايه حضرتك، انا معجبه جدا بالبرنامج جدا، وكلامك منطقي جدا الحمد لله. اتفضلي. ايه بصي حضرتك، انا عندي مشكله جامده جدا مش لاقيه لها حل. انا متجوزه ليا دلوقتي 7 سنين. اها. وجوزي تقريبا سايبنا ليه 3 سنين، يعني 4 سنين جواز. يعني سايبني مسيبني، مش منفصله، انا متجوزه ومعايا معايا اولاد. بس حضرتك هو ليه علاقه مع واحده تانية وانا عارفه بكده، فهو بيبرر لي ان هو ما يعملوش علاقه، ما بيباتش عندي تقريبا غير في الشهر مره او ثلاثه. نحمد ربنا عليهم. يعني هو بيجي لي في الشهر مثلا 3 مرات. اكلمك بقى، ممكن اكلمك؟ انا نفسي في نصيحه. لا مش على نصيحه، ما انا هكلمك هديك النصيحه. بس هتقولي لي الحق. بس هقول لك على حاجه، هو كان انسان كويس جدا. ما انا عارف انه كان كويس، كان كويس قبل الست، بعد ما عرف الست بقى ورست. بص بص يا حبيبتي، بص بس بس بالراحه. ايوه. عشان اقول لك هو ليه ما بيجيش الا مره كل شهرين ثلاثه، وان شاء الله على رمضان مش هيجي خالص. انا عايز اقول هو ايوه ايوه هقول لك ليه، عشان انت بتفتحي له الفايل ده. لو انت شاطره وقفلتيه ورمتيه في الزباله، لو انت اشطر وقلت له يا اخويا اعرف اللي تعرفه، بس انا خايف عليك، المسلم الحلو الجميل ده ما يعملش كده، ولو عندك بنوته تحميها وتبرفنيها وتقوليها سلمي على احلى اب واجمل اب في الدنيا اللي ملوش خير وبركه الا انت وبتاع، انما انت بتتابعي الاخبار وبتجيبي التفاصيل وبتزربني، فهو كاره البيت واللي فيه وهينطلقوا، وانت هتكوني سبب في بوظانه اكتر، بدل ما يعرف واحده يعرف اربعه. اسمعي بقى، طب اسمعي انا بتكلم صح ولا غلط؟ انا مش عايز اي حاجه. هو انت كلامك منطقي بالظبط كده يا فندم، تاخد نصيحه منك امشي بيها. هو ده، اقفل الفايل ده خالص، والله العظيم هيرجع الراجل ان شاء الله، وهيبقى زي الفل، وكل المعارف دي هتبقى عباره عن هوامش على الصفحه الاساسيه اللي هي انتي. ما تخرجيش نفسك من المتن وتروحي للهامش، ما تخرجيش نفسك من قلب الصوره وتروحي تبقي رتوش، خليكي اكبر من انك انت تعرضي موضوع هو في الاساس شكله، وركزي في كلامي، شكلا بيثبت انك انت ولا حاجه، وان في حد تاني اقوى واجمل وارق قدر يستحوذ عليه. ربنا قال في اخر المجادله استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. والشيطان ممكن يكون 10 جنيه، وممكن يكون امراه، وممكن يكون رجل، وممكن يكون معنى منيل بستين نيله زي المعاني اللي العيال اللي عماله تلطش فيها، ده وده فرحان باستضافه، وده بينكر السنه، وده بيلعن ام الائمه، حسبي الله ونعم الوكيل كافيني حتى لا انفعل، مش دعاء على حد.
يعني اما اقول حسبي الله ونعم الوكيل، مع ربنا كافيني قادر يهديني ويثبتني ان انا اتحمل مثل هذا العك والسواد والقذارة. كويس. فممكن الشيطان يكون كل دول. فهو لما تستحوذ عليه واحدة، اذا كان ربنا قال الواحدة دي ممكن تنسيه ربنا، فهتنسيه مراته وبنته والدنيا كلها. امتى انا اشيل عباية الاستحواذ دي؟ لما بقى عقلة، لما ما افتحش الموضوع ده نهائي، لما ما احطش راسي وانا الحليلة اللي ربنا احل لي ان انا اقلع قدامه واغني له واطبخ واكل معاه وانام في حضنه وانا لا مستحية ولا مكسوفة، احط راسي براس اجنبية. لو عمل معاها حاجة وحشة فالله يحاسبه. لو عايز يتجوزها يبقى هو شعر بشيء وأحل له أربع وأنا بيتي ونظافتي وولادي، ويعمل اللي يعمله هو اللي أنا قلت قبل كده المرة اللي فاتت، هو اللي هيدفع، هو اللي هيتحاسب. معنى مين في الموضوع كده؟ أنا متجوزة من 5 سنين، وبعد 5 سنين اكتشفت إن والدة زوجي مش مامته. مش إيه؟ مش مامته. والدته مش امه يعني، يعني مرات ابوه. طيب. ايوه. طيب. وهو ما كانش قايل لي، الموضوع ده مضايقني قوي. مضايقك. انت خلفتي منه؟ طب تسمحي لي اقول لك انك انت هبله؟ اتفضل. عشان ما تتضايقيش، ما انت هبله عشان اتضايقتي. هو الواد كويس؟ هتجاوبيني بقى عشان تتاكدي انك هبله. الواد كويس؟ وكريم في بيته؟ كويس قوي. هي مشكلة واحدة في كتب العلم يا حبيبتي، عشان انت مش بتقري، وانا خايف لا تفضلي طول عمرك ما تقريش. انت عارفة هي ايه؟ ايه؟ يقول لك انا حر ويطلع عبد. ده في كل كتب الفقه سبحان الله على اليمين كلها، المعلومة كلها على اليمين. انه يروح يقول لك انا الحر، وكان زمان طبعا في حر وعبد، دلوقتي ما فيش عبيد. فيبقى حر وبعدين تكتشف الزوجة انه عبد. فدي بقى مشكلة كبيرة جدا، ممكن تلغي جوازها كلها كمان وتبقى سنة بيضة، لانه مملوك لغيره. انما قلت دي مامتي ورباته وقال عليها مامتي. هو الواحدة فيكم يا بنات عايزاه يبقى نسخة فوتوكوبي، كوبي وبيست، ما انتوا اتعلمتوا الشات، ان دي مرات ابويا وبيتجوزها ويحكي ويطلع اللي في الحلة. ما لا انت هتتجوزي امه ولا مرات ابوه، ما دام الواد كويس واخلاق ومالي بيتك خير. عرفتي معلومة قبل كده؟ بعد كده هو ما قالهاش، لا تخل بشرفه ولا تخل باستقرار حياتك. تبقي هبلة لو قلت الموضوع ده مزعلني قوي، لانه هيأثر عليكي. اولا هيضيع جمالك اللي هو ممكن يكون راس مالك ومخلي عيشتك زي الفل، وتتشحبي ويجيلك سكر وضغط وبتاع على حصل فاضي. جنازة حرة وميت كلب، جنازة حرة وميت كلب، ده اللي هيودينا كلنا في 60,000 داهية. ازعلي من حاجة تستاهل الزعل، لكن معلومة كلمة معرفش ايه. وزي اللي بتقول جوزي بيكذب علي، واللي اتطلقوا الاسبوع اللي فات عندي 50 حالة طلاق كله بسبب بيكذب علي. يكذب على مين؟ هو انت اله خلقه؟ انت ما تفتحلوش محاضر. بيكذب عليكي في ايه؟ ده زوجك يا بابا. يجي ما تسأليهوش. كل اللي عليكي لو بتحبي ربنا، لو عايز ربنا يرحمك من النار، النار صعبة يا بنوتة، اول ما يجي قولي له اشكر ربنا انه رجعك ليا بالسلامة يا ابو اندى ابتسامة. استنى سيبني خليني اعبر عن فرحتي بخمس ايات اراهم. الله، نجاك ربنا من ازمة المرور ومن ضيق الخلق والخلقة، ورجعتي لي والله انا كأنه راجع من معرفش ايه بقاله كم سنة غايب. وتفرحي وتجددي لقاء. احنا ليه بندور على النكد وندور على حاجات تنكد عينا؟ والموضوع ده مزعلني قوي، والموضوع ده مزعلني. قلتي لي كل قلتي لي. حتى ان في بعض الهبلوات الكبيرات، ما هو الهبل في دكتوراه وفي كيجي وفي اعداديه. هاهاهاها